كلها القرى دي بتعاني من نقص وتلوث مياه الشرب. احنا يعني شوفوا التقرير وشوفوا اهلنا رايحين فين والعزب المصري وكل المناطق دي، وبنطلب بس من المسؤولين ان يتحركوا وان يتخذوا القرار السريع فورا انقاذا لاهلنا العطشى في هذه المناطق. تقرير ثم نعود اليك. عندنا معاناة من المية، مية شديدة يعني ما تنفعش أبدا، لا للصلاة ولا الوضوء ولا استحمام ولا أي استعمال، يعني أي استعمال قط ما ينفعش، لأنه لسه مستحمى أنا ومتوضي بمية المجاري. قانون المية تبقى بفواتير وعدادات وحسابات بالأمطار اللي هتدخل المية. طب فين المية؟ عايزين يعملوا عدادات، عايزين يعملوا تكلفة وحساب للمية. ماشي إحنا موافقين إنه يعمل لحد والميزانية ونخاف على المية ونحافظ على المية، وعايزين عدادات للمية، بس فين هي المياه؟ طبعا بالنسبة لمشكلة المياه اللي بتواجهنا دي مشكلة يعني غريبة، وكل يوم والتاني بنسمع كلام معسول من المسؤولين ان المشكلة هتتحل. والغريب ان لما بيكون يعني نتكلم مع قناة تلفزيونية زي قناة صدى البلد او يكون مثلا في مسؤول جاي البلد، تلاقي ان المياه ابتدت تشتغل كويس وضغط المياه كويس. اول حاجة ابو مناع ما فيهاش مياه، زيد على ذلك منطقة العباب ده اللي احنا بالنادي وبالناشد المسؤولين وبنقوله انه البير الارتوازي غير صالح للاستهلاك الآدمي. البير الارتوازي المية بتاعته فيها نسبة كبيرة بتسبب الفشل الكلوي. ابو مناع بحري اكبر نسبة فشل كلوي على مستوى الجمهورية، يمكن فيها حوالي 60 واحد بيغسل. ده جهاز اختبار المية، ده هنختبر بيه المية ويوريك نسبة الصدى والحديد وكل حاجة فيها. شايف لون المية بقى ايه؟ عايزين حق من حقوقنا، كوب ماء نظيف، ده مطلبنا الوحيد، كوب ماء نظيف.